السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطبيق على الموبايل وموجود لموقع على النت برضو اسمه فلورفي. ده عبارة عن ايه؟ ان انت بتصور صور كتيرة وهو يبدأ يحول لك الصور دي لموديل، مش موديل بيم لكن حاجة ثلاثية الأبعاد، تقدر تتمشى في المكان وتقدر ان انت تعرضه بشكل حلو قوي، بانوراما وشكل جميل جدا. انت ممكن تسطب التطبيق، انا مسطبه عندي على الموبايل وجربه، او ممكن عندك كاميرا 360 او ترفع الصور من هنا على طول من على الموقع، تعمل ابلود وهو يبدأ ان هو يكون لك الموديل 3D. طيب ده هو صفحتهم على الانستجرام. ده مثلا عملوا شقة معينة فطلع عندهم الموديل بالشكل دوت، وفي طبعا بعض النقاط اللي انت بتقف فيها بحيث ممكن كل نقطة من دول تقف فيها وتلف حواليك بزاوية 360. وده برزنتيشن، اتكلمت مع الشركة فبعتوا لي البرزنتيشن دوت. تمام، بيقول لك صور وبعد كده هتطلع لك بقى كل المعلومات اللي انت عايزها، فلور بلان، فيديو، زي ما انت عايز. هو الواجهة بتاعت البرنامج سهلة جدا زي الواجهة بتاعت الموقع. بتبدأ تشوف اللقطة دي مثلا هتبقى دي عبارة عن ايه، ده ستير او بلكوني او باث روم، كل الحاجات دي جت، ويبدأ ان هو يسجلها. كل مكان بتقف فيه وتصور حواليك كده شوية صور او تصور صورة 360، فيبدأ يطلع لك المكان كله، تعمل له مسح بالشكل دوت، وكمان بيطلع لك برضو فلور بلان. فدي بعض المزايا اللي موجودة في التطبيق دوت، انا لقيته جميل وهجربه في اكتر من مكان ان شاء الله. على الموقع بتاع بيم اريبيا نرفع لكم الفيديوهات، فمنسوش تشتركوا في القناة بإذن الله.